أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه لتنمي مسارات العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، والتي تحظى بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مستذكرا سموه الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات وما أسهمت به من تفعيل للشراكة بينهما في قطاعات متعددة خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتأكيد دور القطاع الخاص ومبادراته في الانتقال لمراحل مهمة في مسيرات العلاقات البحرينية الماليزية، مؤكدا سموه تطلعه لمواصلة تدعيم أسس التعاون مع مملكة ماليزيا بما يحقق المزيد من تبادل المصالح التنموية المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم بقصر القضيبية مع صاحب المعالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء مملكة ماليزيا الشقيقة، حيث رحب سموه بزيارة معاليه لمملكة البحرين، مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يوالي معاليه بذلها والتي أسهمت بدور فاعل في بلورة المزيد من آفاق التعاون الثنائي. ترتيب حرس الشرف.
هذا ونوه سموه بما تمثله ماليزيا من نموذج آسيوي وعالمي متقدم على الصعد التنموية والاقتصادية، كما أعرب سموه عن تقديره لدور ماليزيا واهتمامها بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كونها إحدى الدول الشقيقة المهمة في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف. من جانبه أعرب صاحب المعالي رئيس الوزراء مملكة ماليزيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، مشيدا بما لمسه من حرص واهتمام مملكة البحرين على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع بلاده. وخلال اللقاء جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة والدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية بما فيها القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدوة غداء على شرف صاحب المعالي داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق.